بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. معكم الدكتور محمد الباسط، مدرس مساعد مايكرو بيولوجيا الطبية والمناعة ومكافحة العدوى. هناخد إن شاء الله سلسلة محاضرات النهاردة عن مكافحة العدوى. المحاضرة الأولى دي محاضرة تعريفية عن الميكروبات وعلاقتها بالإنسان. فالميكروبات الكائنات الحية عموما، الكائنات الحية الدقيقة هي الكائنات الحية اللي احنا ما بنشوفهاش بعيننا، التي لا ترى بالعين المجردة، كان نطق السين باي الدقائق. طيب تمام، لكن نشوفها تحت الميكروسكوب. الحديات دي ممكن تكون زي البكتيريا، الفيروسات، الفطريات، وهكذا. طيب، منها النافع ومنها الضار، منها وحيد الخلية ومنها متعدد الخلايا. الميكروبات دي يعني تندرج تحت ممالك ورتب، من اشهرها رتب البروكاريوس واليوكاريوس. بروكاريوس يعني اوليات النواه، يوكاريوس يعني حقيقيات النواه طبعا. والاثنين دول حاجات خلويه سيلولر، لكن الفيروسات ده اسيلولر مش خليه، هنشوفها طبعا بالتفصيل فيما بعد. البروكاريوت اشهر مثال ليها البكتيريا، اشهر مثال ليها البكتيريا. اليوكاريوت اشهر مثال ليها الفطريات. البكتيريا تنقسم بالانقسام الثنائي، تنقسم بالانشطار الثنائي. البكتيريا لها اشكال عديده. طبعا البكتيريا لما تنقسم بالانقسام الانشطار الثنائي تدينا اثنين خليتين جنينتين له نفس مواصفات الخلية الأم، بيحصل تضاعف للمادة الوراثية، وبعد كده يحصل النمو عند الميزوسوم اللي هو في غلاف الخلية. تمام، ينقسم إلى اثنين. تمام، اثنين زي بعض زي الخلية الأم بالظبط. البكتيريا لها أشكال، لها أشكال كتيرة، منها الحاجات المدورة بنقول عليها بوكاي، ومنها الحاجات العصوية بنقول عليها باسيلاي، وفي حاجات سبايرال. ترتيبها مثلا الكوكاي ممكن اتنينات اتنينات، ده اسمهم ديم كوكاي زي الستريبت كوكاس نيموني، أو ممكن يكونوا في شريط أو في عامل حاجة زي السبحة انشين، أو ممكن يكون مجموعات نقول عليهم كلاستر زي الستاف ستيفينوكوكاس أوريوس. الباسيلاي في منها جرام بوزيتيف وفي منها جرام نيجاتيف، في حاجة صغيرة، فيها أشكال عديدة متعددة. الخلية بتاعة البروكاريوت بتتكون من العديد من المكونات، منها السيلول والسيتوبلازم والمبرين والبايلاي أو الفلاجيلا، هناخد الكلام ده بالتفصيل في الميكروبيولوجي. الفيروسات هي اصغر من البكتيريا طبعا، من اصغر الكائنات الحيه واللي بتعمل عدوى، وهي بتتراوح بين 10 الى 300 نانومتر، وما نقدرش نشوفها بالميكروسكوب العادي، عشان كده احنا بنشوفها بالالكترون الالكترون مايكروسكوب. هي اصغر كائنات الميكروبات، اصغر الميكروبات، وبنشوفها بالالكترون مايكروسكوب. بتكون محتوى الجيني بتاعها، بتكون من وان تايب، وده سؤال مهم، بتكون من وان تايب من نيوكليك اسيد، محتوى الجيني سواء كان ده دي ان اي او كان ار ان اي. بيحاط بحاجه اسمها بروتين كود، تمام، او انفلوب. الانفلوب ده مهم، عشان كده الفيروسات بنقول هذا انفلوب فيروس ولا انفلوب فيروس. الانفلوب فيروس يعني حواليها كود، حواليها جاكيت، تمام، لكن عشان يحمي نفسها اكتر، لكن النون انفلوب فيروس مش عليها الكلام ده كله. الرسمه دي مهمه طبعا وبتيجي كتير في الاسئله. ده تكون من فيروس تكون من جينوم، وبيتكون من كبسيد حواليها، وبيتكون من البروتين والانفلوب نفسه. الفنجاي من حاجات اللي هي ايوكاريوس، وهي مالتي سيلولر وهي ايوكاريوس. الفنجاي
شبيهة لحد ما بخلايا جسم الإنسان. التفصيل ده مش عارف انت مكافحة عدوى. فهنبدأ النورمال فلورا أو الكائنات هيحبون الميكروبات، في منها الضار وفي منها النافع. لو خدنا الحاجات النافعة هي موجودة في على جميع أجزاء الجسم، خاصة أو في مختلف أجزاء الجسم، خاصة في السكن والميوكس ميمبرين. كل ما تلاقي سكن أو ميوكس ميمبرين هتلاقي إيه؟ هتلاقي اللي هو النورمال فلورا. النورمال فلورا في منها نوعين، في منها حاس بريزيدنت اللي هو المقيمه او المستوطنه، وترانزيانت اللي هي المؤقته، تمام. وده بنشبهها الريزيدنت ده زي مثلا واحد قاعد في عماره، والترانزيانت واحد قاعد في خيمه. الخيمه بتنقل من مكان لمكان، سهل ان تشيله، تمام، وسهل ان هو يرجع تاني. الريزيدنت صعب ان انت تشيله، تمام. زي ما قلنا ده عامل زي ترانزيانت او ريزيدنت. هنا مسألة بس، هنا مسألة بالخيمة، مسألة اللي ماشي بعجلة، واحد فترة وماشي، فسهل ان احنا نشيل. طبعا الجنين هو اساسا بيتولد استرايد، بيتولد المفروض ان هو استرايد، ما فيهوش اي فلورا ولا اي بكتيريا، ولكن يبدا ياخد الميكروبات ديات من التعامل مع الام او القابلة او الدكتور او الشخص اللي بيولد، او التعامل مع البيئة او الانفايرمنت سواء كان ميه او غيره. في اعضاء جوه جسم الانسان برضو استرايد زي اشهرها زي البلط، السي اس اف السائل المخاع الشوكي، البلادر اللي تحتوي على الكول، البنكرياس، الليبر، كل ده والسبلين، كل ده من حاجات اوريدي هي استرايد. يبقى نلاقي المكان، نلاقي النورمال فلورا نلاقيها فين؟ نلاقيها على السكن او على الميوكوس ميمبر، في الفتحات او ان اول بودي اوبننج، في الفتحات، تمام. في السكن، في الميوكوس ميمبر، اه تلات اماكن من اشهر الاماكن اللي فيها النورمال فلورا. مميزات النورمال فلورا، النورمال فلورا زي ما قلنا في بكتيريا نافعه في بكتيريا ضاره. البكتيريا طبعا اغلب انواع البكتيريا هي بكتيريا نافعه فوق 90%، ولكن طبعا الحسنه هنا تخص السيد عم، فيجي الشويه صغيرين اللي هم وحشين البكتيريا الضاره بيشوه صوره انواع البكتيريا. طبعا البكتيريا النافعه لها فوائد كتير، انها بتصنع بعض انواع الفيتامينات سواء كان فيتامين ب 12 او فيتامين ك، تمام. كمان بتمنع ان الميكروبات الضاره انها تعمل عدوى عن طريق انها بتعمل كومبيتيشن، منافسه على اماكن، وعلى الغذاء، منافسه على اماكن وعلى الغذاء. يعني تقعد على المكان فكده البكتيريا الضاره دي تقعد على المكان ده مش هتلاقي مكان تقعد فيه. او كمان البكتيريا الضاره النافعه بتاخد الاكل الموجود، فالبكتيريا الضاره دي مش هتلاقي اكل فتموت، فيبقى كده بتمنع دخول الميكروبات الضاره عن طريق الحاجتين دول. كمان بتطلع بعض المواد اللي مفيده خالص كمواد انتي بكتيريا اللي ممكن نستخلص منها مع انواع ايه؟ الحاجات ضد البكتيريا. العيوب عاد بتاعتها او انها ممكن تعمل عدوى في حاله لو المناعه بتاعت الجسم قلت، بتبقى تتحول الى باثوجينيك لو المناعة قلت، طبعا تنتهز الفرصة وتبقى ضارة. كمان موجودة هي أساسا في كنورمال فلورا، موجودة فيها في أماكن في الانتستين في الجي أي تي، تمام. ممكن تبقى بعد كده لو اتنقلت من مكان لمكان تبقى ضارة. فهي بتعمل مرض البكتيريا النافعة في حالتين، لو المناعة قلت أو نقلت من مكان إلى مكان اخر. في علاقه وطيده او علاقه ما بين الميكروب والعائل. احنا طبعا الباثوجين اللي هو الميكروب اللي بيعمل مرض، العائل الهوست اللي هو ايه؟ اللي بيصاب بمرض، اللي يبقى جواه الميكروب، سواء اورجانيزم هاربور
other another organism. طيب ايه العلاقة ما بينهم؟ العلاقة ما بينهم في حاجة اسمها كومنساليزم. كومنساليزم يعني ايه؟ واحد اللي هو متعايش، متعايش، واحد ميكروب يستفيد والتاني ولا يستفيد ولا يتضرر، ما بيتأثرش. ميوتاليزم الاتنين بينفعوا بعض، بوث بارتنرز ار بينيفيتس. تمام. كمان في حاجة اسمها باراسايتيزم. باراسايتيزم من التطفل، هتلاقي الهوست اللي هو الكائن العائش او انسان او حيوان او غيره هو هيتضرر والميكروب هيستفيد. يبقى الميكروب هيستفيد سواء كان كومنساليزم، يبقى احنا عندنا علاقه ما بين الميكروب والعائل، سواء الانسان او حيوان او غيره. الميكروب كده كده هيستفيد. طب لو هو استفيد، لو هو استفاد والعائل استفاد، يبقى ده اسمه ميوتاليزم. لو هو استفاد احنا كده كده هيستفيد، لو هو استفاد والعائل ولا استفاد ولا اتضر، يبقى اسمه كومنساليزم. طيب لو هو استفاد والعائل اتضر، يبقى اسمه باراسايتيزم. نيجي لحته مهمه، حاجه اسمها كولونايزيشن. كولونايزيشن اللي هو الاستعمار، وفي حاجه اسمها عدوى. ايه الفرق بين الكولونايزيشن والانفكشن؟ الكولونايزيشن استعمار يعني دخول الميكروب، ولكن هو ما بيعملش اي اثر، ما بيعملش انفيجن ولا دامج للتيشو. يعني عمليه دخول الميكروب ونموه سواء كان مالتبليكيشن او جروس او غيره، تمام، وزاوت ماشي تيشو انفيجن، ما يقدرش يخترق، ما يقدرش يعمل رياكشن مع الخلايا او مع الانسجه ومن غير ما يعمل مرض. لكن لو عمل اختراق او عمل اختراق للخلايا والانسجه او عمل مرض، يبقى كده اسمه انفكشن. يبقى المرحله الفاصله ما بين الكولونيزيشن انفكشن هو ان هو يعمل مرض. انواع الانفكشوس ديزيزز في منها كذا نوع. في حاجه اسمها اكيوت، الحياه الرابده، الحياه السريعه. في حاجه كلها الحياه بتكون مزمنه على مدار الوقت، حاجه ليتنت يعني هنقولها بعدين، خليها في الاخر. خلينا اللوكال انفكشن، الحياه موجوده في سبيسيفيك اريا، لوكالايزد، حاجه في اريا معينه، تمام، في اريا صغيره. سيستميك حاجه منتشره، جنرالايزد يعني حاجه عامه. سوبر انفكشن يعني ان انا بعالج عدوى بتظهر عدوى جديده، يعني تظهر عدوى جديده اسرع العلاج من عدوى اخرى قديمه. ميكسد انفكشن يعني كذا عدوى في بعض. سب كلينيكال انفكشن عدوى ما اظهرش عليها العلامات بصوره واضحه او اظهرت بصوره خفيفه، العدوى بصوره خفيفه. نيجي لليتنت انفكشن. الليتنت انفكشن العدوى بتدخل كمرحله اولى، بتعمل شويه تيشو دامج صغير، وبعد كده تروح كامله ساكنه، تقعد سنين طويله، تمام، وتقعد فتره طويله تصل الى سنين 20 30 سنه، تمام، وبعد كده تروح ظاهره تاني عامله عدوى منوره جديد. لو الظروف اتغيرت، المناعه قلت مثلا، حصل سايكولوجيكال ستريس، حصل في البنسز، في المينوبوز، حصل كمان زي ما قلنا فترة الحمل، فترة الدورة الشهرية، فترة الطمس، كمان فترة سن اليأس، كمان طيب فترة ظهور بعض الأمراض كالديزيز مثلا سكر، ضغط، غيره، أورام أو غيره. يبقى هي عدوى دخلت في الأول لكن ما تخلصش جسم منها بشكل نهائي، وقعدت ساكتة غير ظاهرة متقبرة، وبعد كده حصل فيز اوف ري اكتيفيتي. وده الكلمة المهمة في الموضوع، ري اكتيفيتي، وده أشهر مثال ليها اللي هو الهربس الحزام الناري. الحزام الناري هو إلا عدوى خدتها وأنت صغير، جابت لك شوية رشح وشوية إيه سخونة خفيفة، قعدت في جسمك لغاية 30 40 سنة، حصل لك إيه أي بوق ظهرت في المناعة، فالفيروس ده أو الميكروب ده استغل الظروف ديت وبدأ يظهر بشكل عنيف. شكرا لك. احنا لسه في تاني في ستيج اوف انفكشوس ديزيز. الستيج اوف انفكشوس ديزيز في المراحل بتاعه العدوى، بتبدا مرحله انكيبيشن بيريود، فتره الحضانه، هي الفتره ما بين دخول الجسم او الميكروب، دخول الميكروب الى الجسم،
حتى ظهور علامات الاعراض اسمها الكوميشن بيريد، عشان كده هنقول فتره الحضانه مثلا في كورونا مثلا 15 14 يوم مثلا. طيب فيز اوف انس الفتره اللي بيبقى فيها الواحد عيان، طيب بعد كده خد علاج وخف، يبقى الفتره لما يختفي العلامات والاعراض اللي حصل في الفانسنس فيز، اللي هو الفتره اللي العلامات تختفي ولكن الجسم يظل او الميكروب يظل في الجسم يظل معدي، تمام؟ يبقى الكويشن بيريدز ذا تايم بتوين انفكشن اند ابييرنس اوف ساينس اند سيمبتوم، الفتره بين ظهور الميكروب الجسم الى ظهور العلامات والاعراض. لكن الفيز اوف فيلنس الفتره بتاع ظهور العلامات والاعراض، الكونفالسنس اللي فتره النقاهه لما يحصل الانسجه بتاع الجسم تتضرر، تبدا يعاد التئامها وتبدا تخف وتبدا تهيل كويس، تمام؟ يبقى الفتره اللي بعد الفيز اوف انس على طول اسمها كونفالسنس فيز، فتره النقاهه، الفتره دي بيظل فيها الجسم معدي. شكرا لحضراتكم، ودي المحاضره الاولى من محاضرات مكافحه العدوى. السلام عليكم.